عليكم، انا ريم احمد كتوبي. اليوم بطبق الصلاة. بعدما اتوضا استقبل القبلة، ثم اكبر تكبيرة الاحرام الله اكبر، ثم اقول دعاء الاستفتاح: اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم أقول سورة الفاتحة، ثم أقرأ أي سورة أريدها، ثم أكبر للركوع الله أكبر، ثم أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده ربك ولك الحمد، ثم أكبر للسجود، ثم أقول سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين سبحان رب العالمين 3 مرات، ثم أرفع من السجود وأقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي 3 مرات، ثم أسجد مرة أخرى وأقول كما قلت في السجدة القبل، ثم أرفع من السجود وأرفع للركعة الثانية وأقول وأفعل كما فعلت قبل، ثم أقول كما فعلت في الركعة الأولى، ثم أقوم للركعة الثانية وأفعل كما فعلت في الركعة الأولى من دون دعاء استفتاح، ثم في الركعة الثانية أقول التشهد الأول هو التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله والصالحين، أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أقوم للركعة الثالثة وأفعل فيها كما فعلت في الأولى والثانية، وأجلس في آخر ركعة وأقول التشهد الأول والأخير وهو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم أسلم على اليمين السلام عليكم الله، ثم اليسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا.